السلام عليكم. كما نعلم جميعا فكل إنسان له قرين. روى مسلم أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك. قال: وإياي. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يستغل الشيطان أي فرصة ليسول للإنسان ارتكاب المعاصي والبعد عن العبادات، ولكن في بعض الحالات يحدث تماس بين جسم الإنسان والجان. هذا موضوعنا اليوم، الحالات التي يدخل فيها الشيطان لجسم الإنسان. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا أعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، الأنف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ولو نظرنا للموضوع نرى أن أنف الإنسان له فتحتين، وهذا مدخل لجسم الإنسان. ولهذا أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، حتى لو لم يكن وقت للوضوء والصلاة. ثانيا، الأذن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يلقي الشيطان كلمات في أذن الإنسان وهو نائم حتى يصبح كسلانا. وأوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية التخلص من هذه العقد 3 ومن الكسل. ثالثا، الفم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. كما هو في الحديث أن التثاؤب أمر مكروه، ويجب علينا أن نرده قدر المستطاع، أو أن نضع يدينا على فمنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. ومن هذا الحديث يتضح لنا أنه عند التثاؤب يمكن أن يدخل الشيطان لجسم الإنسان عن طريق فمه، وهذه هي الحكمة من رد التثاؤب قدر المستطاع ووضع اليد على الفم. رابعا، الأظافر. تقليم الأظافر من خصال الفطرة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك في أحاديث متعددة، منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. فقد أشار في ذلك إلى أن الأظافر الطويلة تتجمع تحتها الأوساخ، وقد تمنع هذه الأوساخ من إزالة الجنابة ووصول الماء إلى الجلد. وأشار أيضا إلى أن الأظافر الطويلة تتسبب في جرح الضروع للأنعام لمن يحلب بيديها، وكذلك يمكن أن تجرح من تتعامل معه، ولأن الضفر قاس وجارح، لذا فتقليمها من أسباب النظافة والسلامة والصحة والوقاية، ولأنه يدخل في صناعة الطعام، ولأن شكلهم يكون قبيح. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا أن تضغطوا على إعجاب ونشره بين الأصدقاء لكي تعم الفائدة.